قد قدمت باسم السيد رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية السيد عبد المجيد تبون لتقديم تعازيه الخالصة وتعازي الحكومة والشعب الجزائريين في وفاة الملكة إليزابيث الثانية، ولكي نعبر عن مشاعر التعازي والتضامن مع الأسرة الحاكمة والشعب البريطاني، ونعبر كذلك لهم عن امتناننا لما قامت به الملكة إليزابيث الثانية من جهود لتمكين للسلام والتقدم والتطور على المستوى العالميين، ونحن جد ممنونون لها كذلك للمجهودات التي قامت بها من أجل العمل على تطوير وترقية العلاقات بين الجزائر وبريطانيا وبين شعبيهما العظيمين.